السلام عليكم. حذر مسؤولون في الأمم المتحدة وروسيا من هجوم لقوات التحالف على ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إن ميناء الحديدة شريان رئيسي للحياة، وأي تعطل لعمله سيعيق بشدة جهود إدخال المساعدات للبلاد. هذه التحذيرات تأتي في ظل توقعات من توجه أمريكي جديد للتحرك في دعم هذه المعركة استخباراتيا ولوجستيا، في ظل ما أطلق عليه مراقبون بالموقف الأكثر صرامة من قبل الولايات المتحدة تجاه تحركات إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الموضوع، نناقشه في محورين: كيف سيمضي المشهد العسكري والإنساني في الحديدة، وما هي المآلات المستقبلية التي ستنتجها معركة استعادة الميناء؟ إذن مشاهدينا، تتوجه الأنظار صوب معركة الحديدة، المعركة التي تحظى بمتابعة محلية ودولية كبيرة، وفي ظل توجه لحسم عسكري بدأت ملامحه واضحة لاستعادة الميناء الخاضع لسيطرة الميليشيا والذي بات يستخدم لأغراض حربية. يقول مراقبون إن تبعات المعركة إنسانيا ستكون مكلفة ما لم تحظى بخصوصية. المعركة بحسب آخرين ذات أهمية كبرى من كافة النواحي السياسية والعسكرية، وحسمها سيضمن قطع كافة الإمدادات العسكرية للميليشيات القادمة إلى تعز من الجهة الغربية، وسيضمن تأمين كافة الساحل الغربي. مشاهدينا، سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. في ظل ما يبدو أنه توجه لحسم عسكري صوب ميناء الحديدة، المعركة المنتظرة كثيرا والمحذر من وقوعها كثيرا، تعود موجات الخلاف بين التحالف العربي ومنظمات الأمم المتحدة الممانعة لاستهداف المنفذ البحري الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح. وفيما تحظى معركة الحديدة بأنظار عديدة، تبدو الإدارة الأمريكية أكثر وضوحاً فيها، بعدما طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من البيت الأبيض رفع القيود المفروضة على مساعدات واشنطن العسكرية لدول الخليج المشاركة في المعارك باليمن. مسؤولون في الأمم المتحدة وروسيا حذروا من هجوم لقوات التحالف على الميناء، معتبرين أن ذلك سيعيق بشدة الجهود الدولية لتجنيب البلاد أخطار المجاعة. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي قال إن الجوع وسوء التغذية في أنحاء اليمن وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وأن أي تعطيل لعمل الميناء سيعيق بشدة جهود إدخال المساعدات للبلاد. ميناء الحديدة الذي لطالما مثل شريان الحياة لبلد يقطنه ملايين، بات مؤخرا يستخدم لأغراض حربية، منها تهريب مقاتلين وشحنات متدفقة من الأسلحة الإيرانية، وهو ما دفع قوات الجيش والتحالف لضغط أكثر صوب خلق معركة في ذلك الاتجاه. وبعد موجة تحذيرات دولية عديدة من المعركة، قال رئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر إن حكومته ستتيح دخول مواد الإغاثة، وأكد أنهم مستعدون لفتح ممرات جديدة لهذه المساعدات. تتزايد الرغبة في تحرير ميناء الحديدة بعد تكرر الهجمات على سفن قريبة من السواحل الغربية. وفيما تعود الأنظار للتحذير من تبعات المعركة، يؤكد مراقبون أن استعادة الميناء سيشكل ضغطا كبيرا على الحوثيين الذين سيفقدون آخر مواردهم الاقتصادية. ولبدء النقاش سينضم إلينا الآن من الرياض المحلل السياسي والعسكري الدكتور زايد العمري. دكتور زايد، مساء الخير. يا مساء النور، حياك الله. أهلا بك دكتور زايد. يعني هناك تحذيرات أممية وأيضا روسية لقوات التحالف من هجمات على ميناء الحديدة، كيف تقرأ ذلك في ظل توجه قوات التحالف لاستعادة هذا الميناء؟ أخي الفاضل، أمسي عليك بالخير وعلى متابعي قناة بلقيس. الأمم المتحدة وروسيا لا تريد أن تنتهي الحرب في اليمن، فإدامة الحرب في اليمن هو يعد باب رزق لهذه الدول للأسف الشديد، ولا يراعون حرمة الشعب اليمني وكرامته وحاجته إلى الدواء وإلى الغذاء وإلى الاستقرار. فما قراءتي أنه هذه الدول تسعى بكل قوة وجاهدة إلى أن يستمر أمد الحرب. نعم. وإلا فدول التحالف قد عرضت على الأمم المتحدة أن تقوم بمراقبة الميناء، وأن يكون الميناء هذا مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية
بالشعب اليمني، ولكن للأسف الشديد الأمم المتحدة لم تقم بهذا الدور، ولم يبقى أمام دول التحالف إلا أن تتخذ القرار المناسب بإعادة وضم هذا الميناء للشرعية الذي يعتبر الميناء الأخير والذي يخضع لا زال يخضع للانقلابيين في اليمن. نعم دكتور، يعني الكم الهائل من التحذيرات يعني خلال الفترة الماضية من يعني من عدم تقدم قوات التحالف وأيضا الجيش اليمني وتحرير هذا الميناء وتحرير أيضا محافظة الحديدة، برأيك هذه التحذيرات هل فعلا ستثني قوات الجيش اليمني وأيضا التحالف من تحرير هذه المدينة والميناء؟ أخي الفاضل، لو أن دول التحالف والجيش اليمني البطل الذي تكون بعد أن طردت الشرعية من اليمن واستطاع أن يستوعب هذه القدرات العسكرية وأن ينمي كفاءته القتالية بشكل ملفت للنظر، إضافة إلى المقاومات الباسلة وخصوصا تحديدا المقاومة الجنوبية التي هي موجودة على المحور الجنوبي، فهذا الجيش وقوات التحالف لن يخذلوا الشعب اليمني ولن يستجيبوا لنداءات الأمم المتحدة التي تبحث فقط عن تضييع الوقت وإدامة الحرب في اليمن. نعم دكتور، كيف تنظر إلى مستوى التنسيق العمليات بين قوات التحالف والجيش الوطني فيما يخص المعركة؟ أخي الفاضل، أنا كعسكري لسنوات طوال أرى أن الجيش اليمني الفتي الحديث استطاع أن يستوعب جميع إجراءات المعركة بقوة وأن يكون ندا وموازيا بالقوات الموجودة من التحالف. هذا الشباب يدفعه لذلك أمور، الأمر الأول إيمانه بقضيته إنها قضية عادلة، إيمانه بكرامته، فالشعب اليمني شعب كريم وشعب أبي ولا يمكن أن يخضع يوما من الأيام لأي ضغوط أجنبية أو أن يبتز أي دولة مهما كانت بغض النظر عن إيران المجوسية. شعب أبي انخرط واستطاع أن يستوعب هذه التقنية من الأسلحة والمعدات وأن يكون مساويا وموازيا لقوات التحالف وينفذ الخطط المعمولة بدقة وعناية تامة، وسترى أن الشعب اليمني يوما قريبا عاجل إن شاء الله يستطيع أن يقوم بحماية نفسه دون الحاجة إلى قوات التحالف. نعم إذن دكتور تكرم بالبقاء معي، أشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير سيد عبد الناصر، لو بدأنا معك يعني من قراءة لواقع التوجه العسكري باتجاه ميناء الحديدة والتحذيرات الدولية من هذه المعركة. تحية لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم، أهلا بك. يعني حتى الآن معركة الحديدة يشوبها الكثير من المشاكل، هناك التحذيرات الخارجية من الأمم المتحدة وأيضا حتى الدول الغربية، جزء منها يحذر الحكومة، بعضها بشكل سري أو غير علني، ولكن بشكل عام هناك مخاوف كبيرة من أي حرب في الحديدة لعدة أسباب. هناك السبب العسكري وهو أن هذه المعركة يتوقع لها الكثيرون بأنها ستكون معركة طويلة ومعركة خسائرها بين المدنيين كبيرة جدا. إضافة إلى ذلك هناك مخاطر من أن تؤدي هذه المعركة إلى هجرات واسعة داخل المنطقة التي ستكون ساحة المعركة وحولها، ونعرف أن الحديدة بها ما يقارب 500,000 والمناطق المحيطة بها، بينما منطقة تهامة بشكل عام يسكنها أكثر من 3,000,000 نسمة، وهذا العدد سيكون عرضة لأي حرب وأي عمليات عسكرية في المنطقة. إضافة إلى ذلك تعطل الميناء وتعطل حركة النقل البحري في المنطقة بشكل عام، وهذا كله سيزيد ويضاعف من الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن. لهذه الأسباب كلها المعركة لا يبدو بأنها ستكون
قريبة، ويبدو أن التحذيرات أيضا التي تطلقها أكثر من جهة ربما هذه التحذيرات قد أدت إلى أن يعاد النظر في الكثير من الخطط العسكرية ربما على الأقل في الوقت الحالي. نعم سيد عبد الناصر، يعني إذا ما تحدثنا عن البدائل، يعني اليوم التحالف والجيش اليمني يعني يرون أن هذا الميناء الذي يقع تحت سيطرة هذه الميليشيا يعني بات يستخدم بشكل كبير بمسألة يعني تزويد الميليشيات بالأسلحة وبما يهدد الأمن في اليمن أيضا والمنطقة، إذا ما البديل؟ يعني القضية هو ليس ما البديل، يعني وكأن العملية البديل هو عملية بشكل عام داخل اليمن، تغيير داخل اليمن بشكل كبير بشكل كامل، إعادة النظر فيما يعمل منذ بداية الحرب. هناك حاجة لمراجعة لتغيير التكتيكات، الأساليب، لتغيير الأشخاص، لتغيير الفكرة، لأن المسألة ليست مجزأة بهذا الشكل. معركة الحديدة هي جزء من المعركة بشكل عام داخل اليمن، أو بمعنى الصراع داخل اليمن. قضية التهريب الأسلحة، حتى لو تم إقفال هذا الباب هناك أبواب كثيرة للتهريب، وقرأنا وسمعنا الكثير من الأخبار التي تتحدث بأن معظم التهريب يأتي من البحر العربي وليس من البحر الأحمر، لأن البحر العربي شواطئ واسعة أكبر وصعوبة مراقبته مقارنة بالشواطئ البحر الأحمر التي هي ضيقة ويمكن مراقبتها. إضافة إلى ذلك الحديث يدور حول أن الحوثيين يستفيدون من عائدات الميناء، وهذا الأمر حتى لو تمت الحرب وتم إغلاق الميناء فإنهم سيستمروا في الاستفادة الاقتصادية، كونهم سيجمركوا أي سلع تدخل إلى المناطق التي يسيطروا عليها، والمناطق التي يسيطروا عليها هي أكثر من 70% من السكان. وهذا العدد الكبير من السكان لا يمكن لأي كان أن يمنع إيصال المواد الغذائية والسلع بشكل عام، وبالتالي هم سيظلوا يتحصلوا على الموارد المالية إلى أي نقطة تصل إليها سلطتهم. ومن هنا فإن هذا الأمر لا يبدو أن له ذات الأهمية التي يتم الحديث عنها، بأنه لو تم السيطرة على الميناء فهم سيحرموا من عوائد مالية. إضافة إلى كل ذلك نحن نتعامل مع ميليشيا، وهذه الميليشيا لا يهمها أن تضغط عليها هنا وهناك، لا يهمها أن تخسر هذه المنطقة أو تلك. هؤلاء يقولون بأنه حتى لو وصلوا إلى صعدة، حتى ولو وصلوا إلى ضحيان، فإننا ممكن أن يستمروا في القتال. بمعنى أن التكتيك والتعامل مع الحركة الحوثية وكأنها حركة مسؤولة، وكأنها حركة تخاف على مصالح شعبها، هذا افتراض غير صحيح، وبالتالي لا داعي لأن نستخدم تكتيكات وكأننا نتعامل مع سلطة مسؤولة، سلطة لديها حس بالمسؤولية. نعم سيد عبد الناصر استسمحك بالبقاء معي ايضا، اشرك معنا ايضا بالنقاش. سينضم الينا سياده اللواء محسن خسروف رئيس دائره التوجيه المعنوي في الجيش اليمني. سيد محسن مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سياده اللواء. يعني بالبدايه اذا ما تحدثنا عن شكل الحسم العسكري في معارك الساحل والتحركات صوب الحديده، كيف يسير الوضع وما هي اهم المناطق التي باتت إلى الآن تحت سيطرة الجيش الوطني؟ شكرا لك وللأستاذ عبد الناصر المودع. طبعا أنا أقدر بتقدير عالي الكلام الذي قالوه، هو كلام مهم جدا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. هذه الميليشيات، وأنا أتمنى أن يسمع حديث الأستاذ عبد الناصر كل مواطن يمني ليستوعب ويعرف ويفهم ويعي أن هذه الميليشيات لا يهمها أمر المواطن ولا شأنه ولا أمنه ولا استقراره ولا استقراره المعيشي ولا ما يتصل إليه ولا أي حرب ولا أي صراع ولا أي تدمير يمكن أن يحدث. ما يهمهم هو هم يعني أهدافهم الضيقة الصغيرة ذات البعد الشوفيني العنصري المتعالي على الشعب اليمني، حتى وإن وصلت الحرب كما قال سيد عبد الناصر
الى 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 ضحيان او الى مران يعني. لا يهمهم سيقاتلوا هكذا هكذا يعني يقولون هم للناس. اتمنى ان يصل هذا الفهم الى كل مواطن ليعرف انه في صنعاء او حين يدفع بابنه الى المعركه انما يدفع بابنه ليقاتل مع فئه عنصريه مجرمه قاتله لا تأبى لحاجه الشعب اليمني. نعم. في حين ان الدوله تسعى لتوفير احتياجات المواطن اليمني وتزود صنعاء ومحيطها اقليم ازال بالديزل والغاز والبترول من مأرب وكل ومئات انا في مأرب مئات القوافر كل يوم تذهب من مأرب الى صنعاء محمله بالبضايع، لا حصار من جهه الدوله الشرعيه على صنعاء، وتستخدم كل المنافذ البريه في مصلحه المواطن اليمني وتوفير احتياجاته. نعم. هذه مساله معروفه. انا اشكر الاستاذ عبد الناصر، حديثه مهم ومهم جدا، حديثه مهم لكنه ايضا سياده اللواء كما فهمت من الاستاذ عبد الناصر ايضا هو لا يؤيد عمليه عسكريه لانها ليست الحل في محافظه الحديده لانها ستخلف كارثه انسانيه اكبر. لا لا، هنا يمكن ان نفترق قليلا هو الاستاذ عبد الناصر، ما فيش مشكله، يمكن ان نفترق قليلا يعني. انا ما هو معلوم ومعروف ان ميناء ان اقليم تهامه اقليم غير حاضن للحوثيين يعني، وان الانقلابيين حينما يجدون ان هناك ضغط يتخلون عن كل شيء ويتركون كل شيء ويذهبون. ميناء الحديده ومدينه الحديده يمكن ان تستعاد فعلا وباقل الخسائر التي يهول البعض انها يمكن ان تحدث يعني لاسباب عديده يعني جغرافيه وجغرافيه سياسيه وديموغرافيه وعسكريه وغيرها يعني، وما ما تعده الدوله الشرعيه وقياده الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف لهذه المعركه. وطبعا ميناء الحديده ليست بالسهوله اللي يمكن نتصورها، بالعكس تتسد اهم منفذ بحري استخدم حتى هذه اللحظه لتوفير كل المعدات والعتاد العسكري للانقلابيين، هو اهم نعم. الموانئ مع ميناء الصليف وميناء الصليف بالذات وميناء ريدي سابقا يعني. نعم سيادة اللواء، المنافذ وطريق نعم. صنعاء الحديده ستكسر الانقلابيين في العمود الفقري في الظهر، هذه نعم. مساله ليس فيها شك، ولكن لا ينفي هذا أو لا يلغي ما قاله الأستاذ عبد الناصر أن هؤلاء لا يهمهم ما يمكن أن يترتب على هذه العملية. نعم. وأنهم سيظلوا حتى آخر لحظة، ولو أنهم قد اكتشفنا في الأيام الأخيرة نعم. أنهم فرار وليسوا كرار، ولكن تظل عملية الحديدة عملية مهمة وذات بعد. هذه العملية سيادة اللواء يعني هل نستطيع القول أن قرار يعني عملية استعادة ميناء الحديدة قد اتخذ تماما يعني بما أن المعركة باتت فعلية، أم أنه ما زال مشروع للدراسة والتفاوض؟ أنا أتصور الرئيس عبد الرب المنصور هذه في أحد خطاباته بعد انتصارات المخاخ قال أن المهمة التالية للجيش الوطني هي الحديدة، وأنا أتحدث انطلاقا من هذا التوجيه الرئاسي. الإعداد لمعركة الحديدة لا يجري على قدم وساق، لكن طبعا هناك أولويات بدون شك يعني تعز تمثل أولوية قصوى، وقبل تعز تحرير معسكر خالد وشرقه من الموزع حتى الوازعية وجبل حبشي وغرب تعز بالكامل، إذا مسألة تمثل أبجدية في العمل العسكري. لكن أنا أتكلم هنا في القضايا العامة في البعد في القضايا الاستراتيجية. بعد إنجاز مهمة المخا ومعسكر خالد وشرقه شرقا تمام، ستكون المهمة التالية هي الحديدة، كيف وبأي أدوات، ما هو التكتيك، هذه مسألة تحكمها ظروف المعركة في حينه. العالم الآن يبحث عن يضغط في اتجاهات أخرى، ولكن القيادة السياسية العسكرية اليمنية بفعل براعة الحوثيين في إفشال كل المحاولات السلمية وكل نعم. الحوارات التي تمت قد جعلت القيادة السياسية نعم. العسكرية اليمنية في حل
في حل من هذه المحاولات والضغوط. يعني وضحت الصورة سيادة اللواء، استسمحك بالبقاء معي. أعود لضيفي من الرياض المحلل السياسي والعسكري الدكتور زايد العمري. دكتور زايد، يعني إذا ما تحدثنا عن التوجه الأمريكي الجديد وطلب وزير الخارجية أو وزير الدفاع جيمس ماتس من البيت الأبيض رفع القيود عن دعم عمليات التحالف، إلى أي مدى سيصل إليه هذا التوجه، وما هو تأثير الحضور الأمريكي في هذه المعركة؟ أخي الفاضل، قبل أن أجيب على سؤالك، أنا يعني استمعت إلى الأخ عبد الناصر من الأردن. نعم. وأنا لم يناسبني ما قاله، فهذا أعتبره يعني تقليل من عزيمة الشعب اليمني المقاتل الموجود في الميدان. وأنا انطلقت في حديثي من نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى هو توجيه فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي، فهو رئيس، لكن هو ركز يعني سيد أو دكتور زايد، هو ركز على الجانب الإنساني. هناك كارثة إنسانية ما بعد المعركة أو ما ستخلفه هذه المعركة، هو يتحدث عن هذه الجزئية. لا أتصور أن فخامة الرئيس قد أغفل الجانب الإنساني. النقطة الأخرى، أتكلم عن التحضيرات الموجودة في الميدان، أنه معركة الحديدة قادمة. والدليل أنه فيها الآن تسقط قوات التحالف منشورات على أبناء الحديدة بأنه يسلموا أنفسهم ويحاولوا أن يخرجوا خارج الحديدة. وقد تم إنشاء مناطق إيواء لمن يرغب الخروج من الحديدة ويذهب وينأى بنفسه بعيدا عن الحوثيين، والحديدة ليست حاضنة للحوثيين. أما بالنسبة لمشاركة الجانب الأمريكي، فالماتيوس قدم في كلام أنه قدم للكونغرس وقدم للبيت الأبيض بعض المقترحات بأن الولايات المتحدة لا رغبة في دعم التحالف في اليمن، والتحالف في اليمن لا يرغب من الولايات المتحدة أكثر من المعلومات الاستخبارية. فالقوات الموجودة في الميدان، القوات اليمنية البطلة والمقاومة البطلة الموجودة في الميدان والتي تتحدث بالبندقية لا تتحدث باللسان، الأبطال الموجودين في الميدان لا يكبرهم أحد، بل نحاول جميعا أن ندعمهم وندعم موقفهم. وميناء الحديدة هو يصدر 80% لقوات الإنقلابيين، لا من الدخل المادي ولا من حيث تهريب المقاتلين المستأجرين ولا من حيث المعدات، وإنما ما يشاع عن بحر العرب هي عبارة أنه بحر العرب لا يوجد مواني تستطيع أن ترسو فيها السفن الكبيرة التي تحمل الصواريخ، إنما هي ترسو في الحديدة. ولذلك فمشاركة الجانب الأمريكي ستكون مشاركة استخبارية ولوجستية فقط، وسيقوم الجيش اليمني البطل باسترداد الحديدة في الوقت القريب والوقت البعيد. وضحت الصورة إن شاء الله. أشكرك دكتور زايد العمري المحلل السياسي والعسكري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود بالسؤال إلى ضيفي الآخر من عمان، المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، ما مدى قدرة الحكومة ومن وراءها التحالف على تجاوز الكم من الضغوط الممانعة لاستهداف ميناء الحديدة واستعادته من قبضة الميليشيات؟ أولا تحية للواء محسن وأيضا لضيفك الكريم من الرياض. وأقول القضية هي ليست فقط قضية ضغوط على الحكومة اليمنية بالدرجة الأولى، هي أن تتصرف وفق تقديرها هي للموقف ووفق مسؤوليتها. فالقضية هي ليست أننا نخشى الضغوط من الأمم المتحدة أو من هذه الدولة أو تلك، ولكن علينا على الحكومة أن تتصرف وفقا لما يمليه عليها ضميرها ومسؤوليتها. فإذا كانت هذه الحرب في الحديدة ستخلف كوارث هائلة أكبر من الفوائد التي ستجنيها، فالأفضل هي ألا تقوم بهذه العملية. ذكر ضيفك الكريم أن الطائرات طلبت من السكان أن يخرجوا من الحديدة. طبعا هذا إذا صح هذا القول، هذه تعتبر وفق القانون الدولي أحد جرائم التطهير، لأنه لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأن تطلب من السكان
أن يغادروا منطقتهم لأنها ستستهدف، وخاصة تطلب من مدينة، أنت لا تطلب من ناس يسكنون بالجوار من معسكر لأسباب عسكرية بحتة، ممكن أن تطلبهم ذلك، ولكن أن تطلب من مدينة أن يخرجوا السكان وأن يفرغوها وأن يذهبوا ويتحولوا إلى نازحين، هذه تعتبر مشكلة وتعتبر جريمة. وبالتالي على الحكومة اليمنية هي أن تتصرف وفقا لمسؤوليتها. أنا أرى بأن ليس هناك من جدوى لا سياسية ولا عسكرية لمعركة الحديدة، وأن التحليلات التي بتتكلم عن أن هذه ستكون ضربة قاسمة وبأن الإنقلابيين سيقدمون التنازلات المطلوبة، هذا تحليل خاطئ وهو تقدير غير صحيح لذهنية هذه الميليشيا وكيف تفكر هذه الميليشيا. وكما ذكر الأخ العزيز محسن بأن هذه الميليشيا لن مستعدة بأن تقاتل حتى آخر يمني قبل أن تفكر بعقل. هذه الميليشيا ليس لديها عقل، لو كان لديها عقل ما كانت سيطرت على صنعاء، وهي تدرك بأنها لن تحكم صنعاء ولن تحكم اليمن، ولكن هذه ميليشيا علينا أن نتعامل معها بأسلوب ذكي وليس بأفكار تقليدية. الحروب التقليدية مع هذه الميليشيا ليست صحيحة، هذه الميليشيا تريد منهجية مختلفة سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية واقتصادية، تريد منهجية مختلفة تماما عما يدور الآن وعن التعامل الذي يتم معها. ولهذه الأسباب كلها لم تحقق الحملة برغم مرور أكثر من عامين على أهداف رئيسية من ورائها. نعم، وضحت الصورة. سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي اللواء سيادة اللواء محسن خسروف. سيادة اللواء، كيف تتعاطى الجهات الحكومية مع ملف المعركة من كافة الجوانب؟ هل ثمة إجراءات ستتخذ للتخفيف من تبعاتها، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني؟ أولا أريد أن أوضح أن المنشورات لم تطلب للسكان إخلاء قراهم ولا نعم، نحن سمعنا عن وجود منشورات ولكن لا ندري ما فحواها. أهالي التعاون مع قوات الجيش الوطني والابتعاد عن الأماكن التي يقاتل فيها الانقلابيون، هذا مضمون. لم تطلب ترانسفير للمواطن من المواطنين من قراهم أو من مديرهم، طلبت من الأهالي الابتعاد عن مواضع الاشتباكات المحتملة، هذا أولا. ثانيا، أنا أريد أن أقول معادلة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، أن الانتصار، أن تطهير تعز زائد تطهير الحديدة يساوي خروج الانقلابيين من صنعاء. هذه المعادلة هي ما حدثت بالضبط في حصار 70 يوم. صنعاء لم تسقط من نجيل يسلح ولم تسقط من أي جبهة أخرى، سقطت بحملة عسكرية فانطلقت من البيضاء إلى تعز إلى حيس إلى الحديدة إلى صنعاء. سقوط يعني سقوط القاضي غرياني حصار 70 ذهب إلى الحديدة. تطهير الحديدة من الانقلابيين يسهل ويمهد للسيطرة على صنعاء، بل أنا أجزم أنه يؤدي إلى خروج الانقلابيين من صنعاء. هذه منطقة أو هذا يعني منفذ غير عادي واستراتيجي، ويمثل مورد مهم، ويمثل خلفية أو بعد عمق استراتيجي غاية في الأهمية للإنقلابيين، وفقدانه لا يعني بالنسبة لهم سوى الهزيمة. وحينما قال الأستاذ عبد الناصر أنهم سيقاتلون حتى من ضحيان، لم يذهبوا إلى ضحيان إلا إذا سقطت الحديدة، إلا إذا تم تطهير تعز، إلا إذا استكملت العمليات العسكرية في الجبهات الأخرى، هناك سيذهبون إلى جحورهم في مران. أما إن ظلت هذه المنافذ موجودة فسيظلون في صنعاء. نعم. أي إن كانت الظروف وأي إن كانت التضحيات التي يمكن أن يقدموها، نحن لا نبحث عن أشياء أخرى يعني يمكن أن ترضي رغبات أو تتعامل نفسيا مع هؤلاء القتلة. نعم. هؤلاء القتلة لا يعرفون أي تعامل إنساني ولا فقط. سيادة اللواء، داهمنا الوقت إنساني. ولكن سؤال أخير وبشكل مختصر، إذا ما تحدثنا عن مستقبل المعركة بشكل كلي، إلى أين تمضي؟ تمضي إلى الانتصار الساحق إن شاء الله، إلى انتصار إرادة الشعب اليمني، إلى انتصار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، علما بأن الجيش الوطني في معظمه وخاصة في المنطقتين العسكريتين وثلاث المناطق العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة
والرابعة أيضا، وكثير من المناطق العسكرية أصبح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جسما واحدا. ولا أرى في الأفق بالنسبة لي كعسكري إلا النصر إن شاء الله. نعم، إذن أشكرك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، أشكر المحلل السياسي والعسكري الدكتور زايد العمري كان معنا من الرياض، والشكر أيضا من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، والشكر أيضا للواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه.